مساء الخير نشوان. حقيقة الشرطة الاتحادية احتفلت بانتهاء المحور المكلف به وليس بانتهاء المعركة. المحور الذي كلفت به الشرطة الاتحادية تمكنت من الجنوب ومن الغرب الوصول إلى حافات النهر، ما بقي هو قوات الجيش وقوات جهاز مكافحة الإرهاب. المكان الذي أقف به أنا هذا هو محور قوات الجيش ومحور جهاز مكافحة الإرهاب. من هذا المكان إذا كان هنالك أعمدة دخان خلفي، هذا هو المحور الذي خلفي الذي بقي أمامهم. وصلت القوتان الآن إلى منطقة الميدان. منطقة الميدان تبعد عن حافات النهر 325 مترا فقط، بحسب ما علمت يوم أمس من مصادر من الجهاز ومن قوات الجيش. ربما يستغرق العمل به يومان أو أكثر بقليل من ذلك. عمليات النزوح هذا اليوم نشوان كانت كبيرة جدا، لكن بدأنا كإعلاميين وكقوات أمنية بدأنا نواجه مشاكل حقيقة. كما تلاحظ هذه المركبات هي التي تنقل النازحين، مركبات العسكرية، بدأنا نواجه مشكلة في النساء المفخخات الانتحاريات اللواتي يخرجن مع النازحات. هذا اليوم من هذا المحور ثلاث انتحاريات فجرن أنفسهن بجموع النازحين القادمين نحو هذا المنطقة، هذه المنطقة في البناية التي خلفي بالضبط تجمع الأولي، ثم بعد ذلك يتم نقلهم إلى أماكن أخرى. يوم أمس أيضا انتحارية، امرأة انتحارية فجرت نفسها في جموع من النازحين. لهذا ربما جزء من البطء بالعملية هو بدأت القوات الأمنية تواجه مشكلة حتى في نقل النازحين، على اعتبار أن النساء من الصعب صعوبة بمكان تفتيشهم بسبب طبيعة الثقافة وطبيعة التقاليد في هذا المكان. لهذا يعملون بحسن نية عالية مع جميع النازحين القادمين، ولذلك يحاولون تفكيك الألغام المنازل المفخخة ويحاولون نقل العوائل النازحة. ولكن كما قلت لك بدأنا نحن كإعلاميين وكقوات أمنية بدأنا نواجه مشكلة في الاقتراب من النازحين القادمين من هذا المحور، من هذا الزقاق الذي خلفي، حيث منذ بدء العمليات بالاقتراب من حافات النهر بدأ النزوح بكثافة عالية.